نقعد على ترابيزة واحدة نقول عايزين نحط حلول للمشكلة. وفعلا الحمد لله يعني بدأنا في 2016 وزارة التضامن تعمل برنامج اسمه برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، دخل معنا صندوق تحيا مصر بدعم لينا وبدأنا الحمد لله نشتغل. طيب الحصر لما عملناه لقينا قلنا نبدأ في المحافظات الأكثر كثافة اللي هم 10 محافظات كانوا أكثر كثافة في الظاهرة، واشتغلنا كانوا إيه القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والسويس وعندنا الشرقية والمنوفية وخط الصعيد بني سويف والمنيا وأسيوط. دول اشتغلنا كان أكثر كثافة تقريبا، الظاهرة كانت بنسبة 80% تواجد الأطفال فيهم. فقلنا كمرحلة أولى نبتدي نشتغل ونحط قواعد أساسية للعمل، حط أهداف لينا احنا هنعمل ايه وهنشتغل ازاي، طب ايه وسائل الجذب اللي هنقدر نشتغل فيها مع الاطفال عشان نقدر نجذبهم. البرنامج القومي لحماية الاطفال والكبار بلا مأوى، اشتغلنا على الظاهرة، بدأنا نصمم حاجة غريبة وحاجة جديدة تجذب الطفل اسمها وحدة متنقلة عربية مجهزة فيها وسائل جذب جميلة تقدر تجذب الطفل، علشان المنهجية الجديدة اللي تبنتها وزارة التضامن الاجتماعي ان انا اقنع الولد انا مش عايز اجي اقبض عليه واحطه في الدار. احنا معانا الصور دلوقتي بنعرضها استاذ اشرف، وحضرتك بتتكلم معانا عن الوحدات المتنقله، ويمكن انا لمست ده بنفسي لما جينا صورنا مع حضراتكم ان الوحدات المتنقله بيكون موجود فيها. اولا هي شكلها من بره كده يعني الناس تحب تيجي تسالك مثلا بتعملوا ايه بالظبط، يعني انا شفت ده بنفسي، وفي جوه كمان بقى حاجات مخصصه للاطفال. كلمني بقى عن التركيبه دي. احنا لما فكرنا حتى في الشكل الخارجي كنا عايزين جبنا صور حيه من المؤسسات اللي تم تطويرها. البرنامج بيشتغل على 10 محافظات في البدايه كمرحله اولى، وبعد كده الحمد لله توسعنا في 3 محافظات، بقينا بنشتغل 13 محافظه اللي فيهم الاكثر كثافه في الظاهره. الوحدات بيشتغل ب 17 وحده متنقله في ال 10 محافظات. القاهره طبعا فيها 5 وحدات متنقله، الجيزه 2، اسكندريه 3، بقيه المحافظات الثانيه فيها وحده متنقله. الوحده المتنقله فيها اعضاء الفريق اخترناهم بعنايه برضو بتدريب، وجمعنا الجامعات الاهليه الشريكة كمجتمع مدني جيهم دربوا الولاد دول تدريب برضو قوي، ودربناهم عملي ونظري عشان يقدروا يتعاملوا ازاي، لان هو الجديد في الولاد دول بقى. الفرق دي عندنا حاجة اخصائي اجتماعي، اخصائي انشطة، مسعف مدرب يتعامل مع الحالات الطوارئ اللي بيكون في الشارع مع الاطفال، اخصائي ادارة حالة، الفريق ده اخصائي نفسي. الفريق ده بيبقى متواجد في العربية، العربية مقسمة من جوه جزء الانشطة بنقدر نجذب الولد ونقدم له مواد توعويه، انا بحاول اجذبه بالانشطه ويلعب وكل حاجه، ان هو حته اللعب دايما دي اللي بيجيبه، انا ما بنزل الشارع بجيبه باللعب، لان هو محروم من الحته دي. انت عشان تكسب ثقته اصلا استاذ اشرف ده بيحتاج من حضراتكم مجهود قد ايه؟ وقت. احنا برضو من ضمن الحاجه اللي احنا دربنا الشباب عليهم ازاي يقدر يدخل على الولد نفسه. صممنا زي برضو يكون شكله في حاجه كده من الراحه النفسيه لما الولد يشوفه، الوان الاخضر الالوان الاخضر اللي معانا على الشاشه نقدر هو الفريق بينزل الولد بيخش عليه. طبعا احنا 5 في الفريق، 5 في العربيه، باتنين بيخش على الولد يعرفوه بنفسهم، ما تقلقش انا اخصائي اجتماعي من وزاره التضامن جاي عشان اساعدك، ويبتدي يطلع رسم ويلعب معاه في الشارع ويقعد ويجذبه الاول، بعد ما يفك يكسر حاجز الخوف عند الولد يبتدي بقى طب انا عندي عربيه تعالى شوف انت ممكن لو عندك جرح اغير لك عليه تعالى، وفي يعني حاجه بسيطه كده ممكن اقدمها له لو هو جعان او حاجه بنحاول، او الملابس بتاعته مهلهله بحاول، بس انا عايز اساعدك انا مش عايز اكتر من كده، عايز تبسطه وعايز تحسسه ان انت خايف عليه وعايز تساعده. وبعد ما اقدم له الحاجات دي خلاص هو بيطمن ليا بقى، يبتدي يتكلم بقى، ابتدي اقول له يعني في نص اللعب كده انت مشكلتك ايه برضه باللعب، يعني دايما حتى لما بتكلم معاه باللعب بساله باللعب، كل حاجه بتيجي عن طريق اللعب. عشان كده الولد حتى لو رفض يجي معانا اخر اليوم اوديه دار الرعايه بيستناني تاني يوم وتالت يوم، لان في ولاد بيجوا معانا من اول يوم نحولهم لدور الرعايه او نرجعهم لاسرهم لو المشكله بسيطه، وفي ولاد ممكن يخافوا مننا ويكون لسه لا هايب الموقف يبقى خايف، نجي له تاني يوم وتالت يوم لحد ما نفضل معانا نقنعه ويجي معانا. تمام. طب استاذ اشرف، هي طبعا اسمها وحدات متنقله يعني بتتنقل من مكان لمكان، لكن هل في اماكن ثابته انتم معروفين فيها بحيث ان لو الطفل حب مثلا يجي لكم اكتر من مره مواعيد معينه ليكم؟
احنا الحمد لله بنتحرك بخطة شهرية بناء على مراكز تجمع الأطفال بمواعيد الولاد. من نجاح الفريق ان هو يحاول يثبت مكان ومعاد الولد يجيله مرة تانية، لان الولد لو قابله مشكلة هو عارف الفريق فين بيقدر يجيله عليه. بنتحرك احنا القاهرة مقسمينها فيها 5 وحدات بـ5 فرق.